تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا. تتابعون في هذه الحلقة: تحت شعار نساء من أجل التغيير وإيمانا بالدور الكبير الذي تطلع به المرأة في كل مناحي الحياة، جاء افتتاح الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة الذي استضافته العاصمة اللبنانية على مدى أيام. 55 فيلما من 30 دولة توزعت على الصالات اللبنانية بتنظيم من مجتمع بيروت السينمائي، أعمال تعرض سلسلة قضايا ومواضيع لها علاقة بواقع المرأة كالعنف والتمييز ودورها كمحرك إيجابي في المجتمع، إضافة إلى عرض أفلام مستقلة أنتجتها وأخرجتها نساء. جويس الحاشخوري والتفاصيل. فيلمي With You عبارة عن قصة بنت منشوفها بالفلاش باك، كان عمرها 7 سنين، وبنشوف علاقتها مع بيا قدي هي حنونة معه وهو قدي بحبها. نوصل على رياليتي بعمر 20 سنة، بنشوفها قدي هي تأثرت بغياب بيا لأنه هو ضاعه وفال بعمر 7 سنين. 3 أفلام من إنتاج المنتجة سابين صيداوي، 3000 ليلة عرض بالمهرجان. شو هو فيلم 3000 ليلة؟ فيلم 3000 ليلة هو فيلم من إخراج مي مصري، وهو قصة صبية فلسطينية بيتم اعتقالها بالسجون الإسرائيلية، وباعتقالها بتولد لأن هي بتكون مجوزة وحبلة، بس ما كانت عارفة حالها أنها حبلة، فبتولد بالحبس وبعيش ابنها معها لمدة 2 سنين بالحبس. أن يكون هناك اليوم مهرجان لسينما المرأة، هل هو أفضل أو أنه أن تنافس المرأة في مهرجانات يكون فيها أفلام من إنتاجات مختلفة هو تحدي أكبر؟ أنا ما عندي مشكلة إنه يكون في مهرجان للمرأة، بس أنا بالنسبة لي ما في فرق بين فيلم بيعمله رجال أو بتعمله مرأة، المهم ينعمل الفيلم. بعتقد إنه نحن بالعالم العربي عنا محل كتير واسع للمرأة بالسينما. أنا بشوف من الفريق التصوير تبعي، من المخرجين والمخرجات اللي بيشتغل معهم، دونك في عنا محل. ما بلاقي إنه مهم يكون في مهرجان بس للمرأة، لأنه المرأة فيها تشارك بكل المهرجانات يعني، بس إنه ما حلوة الفكرة، ليش لا؟ نتعرف فيما يلي على تالا وراما أبو زهري، شقيقتان من غزة تعزف إحداهما على آلة الجيتار الموسيقية فيما تغني الأخرى أغاني شرقية وغربية. انتشرت لهما مؤخرا مقاطع فيديو حصلت على مشاهدات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعي. نتعرف على بقية قصة الأختين مع باسل خلف من قطاع غزة. راما أبو زهري، عمري 15 سنة. بدأنا بالموسيقى من معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. اكتشفت موهبتي، ماما وبابا ساعدوني في أني اكتشف الموهبة. سجلنا بالمعهد، درسنا فيه تقريباً 5 سنين. بعد هيك تركنا المعهد. أختي تالا بتعزف جيتار، صارت تتعلم أغاني شرقية لتساعدني بأني أغني معها. علاقتنا أنا وياها بالعزف الجيتار والغناء كتير منيحة، يعني هي صارت تتعلم سماعي من اليوتيوب وتشوف تفتح فيديوهات، صارت تعلم أغاني شرقية وأنا أغنيها. إحنا عندنا طموحات وعندنا أهداف كتيرة،
واحنا زي اي اطفال بنقدر نحققها رغم كل الحصار والمعاناه اللي احنا فيها. بنقدر نحقق اي شيء بس بدنا اللي يسمعنا. غني للناس الحب، غني لغني غني لهدى القلب، غني لغني غني لرفيق الدرب، غني لغني غني لغني غني غني غني. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي اللي بحبه ناطرني بالسيارة. يا تاتا يا ختيارة. اسمي تالا أبو زهري، بعزف جيتار من 7 سنين. طبعا اول ما بديت اعزف واجهتني شويه مشاكل انه كون الجيتار اله غربيه والناس اللي هون انه تحب تسمع شرقي وهيك، فانه جات هالمشكله باني فتحت اليوتيوب وشفت الفيديوز اللي فيه وقررت انه اسمع واعمل لحالي الاغنيه اللي بدي اياها. وطبعا واجهنا مشاكل انه المجتمع، نظره المجتمع لإلنا انه بنتين بيعزفوا جيتار وبيغنوا، بس انه كان الاشي اللي احنا بنعمله احنا بنحبه. الموسيقى والفن هما زي رسالة احنا بنوجهها للعالم، انه زي كأنه نضال كمان للشعب الفلسطيني. كمان انه اذا ابدعت فيها بتاخدك لاشياء تانية وعوالم تانية، انه بتحس انه انت منتمي لإشي. طموحي انه الناس يصير عندها علم بالموسيقى اكتر وتتعلمها وتصير اشي عادي بين متناول الناس، وكمان انه الناس اللي برا يعرفوا انه أطفال غزة زي ما في حروب ومجازر وكل إشي وإنه بيموتوا، فيعرفوا إنه في ناس بتحيا على الموسيقى. اكتشاف الموهبة لطفل يعني هذا كأنك أنت بتبني طفل، وإذا أنت بنيت الطفل معناته بتبني إنسان، وإذا بنيت إنسان معناته أنت في النهاية بتبني وطن. وهاي هي يعني هدفنا ورسالتنا اللي إحنا كنا حابين نوصلها لكل العالم، إنه اهتمامنا بمواهب أطفالنا هذا هو الإشي اللي بيقودنا لبناء وطننا في النهاية. إلى قصص النجاح السورية وتجربة صبع بيد، أخبرها والدها بأنه يعتزم الهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر، فتذكرت الفتاة مئات الرجال والنساء والأطفال الذين غرقوا أثناء القيام بنفس الرحلة، فطردتها صور الغرق في البحر كالأشباح حتى تولدت لديها رغبة شديدة في أن تجد وسيلة لمساعدة والدها والآخرين. نتعرف على السترة الذكية التي اخترعتها صبا في التقرير التالي. قد تكون المعاناة أم وأبا الاختراع. هي قصة صبا، لاجئة سورية في الأردن خافت على حياة والدها في رحلة لجوئه إلى أوروبا عبر البحر، فكان الاختراع سترة نجاة ذكية مزودة بجهاز تحديد الموقع العالمي GPS. والدي قرر يهاجر عن طريق البحر، فصرت أتخيل أنه لا سمح الله لو إجا يوم أنا وصحيت على نبأ أنه بابا غرق بالبحر ما في حدا ساعده، شو ممكن تكون حالتي؟ أكيد رح أكون مدمرة، رح أحس بالوجع 100% مثل ما بحسوا هدول الناس بالبحر. فضلتني أفكر لحتى ما طلعت معي فكرة سمارت لايف جاكيت. لكن كيف يعمل هذا الجهاز؟ سترة نجاة ذكية، أنه أنت لو لبستها ونزلت على البحر وتعرضت للخطر هي ممكن تجيب لك خفر السواحل، ممكن تحميك من سمك القرش، يعني ممكن تأمن لك وسيلة حماية تنقذك وتوصلك لبر الأمان. ومن سترة ذكية لحماية والدها من الغرق إلى مسابقة للإبداع العلمي، تطمح صبا من خلالها إلى الحصول على براءة اختراع لحماية كل من يتعرض لخطر البحر. طموحي الاختراع، أكيد أنا بحب هذا الاختراع يوصل لكل إنسان، لكل شخص بهو ركوب البحر، له تماس مع البحر، لحتى أقل ما فيها لما يطلع يكون مأمن على حياته، يستطيع لو أي خطر تعرض له يوصل صوته أو يوصل نبأه لخفر السواحل اللي تنقذه. إن شاء الله يا رب أنه يوصل مو بس للاجئين، لكل شركات السياحة ولكل الرياضيين البحريين، ويعيشوا بخير وسلام. هي حكاية معاناة، معاناة سورية بحجم بحر أوصل والدها إلى النمسا سالما وأوصلها إلى طريق الإبداع. هي المعاناة التي خرج الإبداع من رحمها. أهلا بكم من جديد. احتضن معهد العالم العربي في باريس معرض الخطاط العراقي غني العاني الملقب بشيخ الخطاطين العراقيين،
وآخر إقامات هذا الفن الذي ترعرع وتطور بين الكوفة وبغداد. المعرض بعنوان مدرسة الخط ببغداد بين الأمس واليوم يرصد آخر إبداعات العاني، وهو من أواخر الذين حصلوا على رخصة خطاط من مدارس بغداد. العاني والحاصل على جائزة اليونسكو للثقافة العربية ودكتوراه في القانون ومدرس الخط في أعرق جامعات فرنسا وسويسرا، قامة عراقية وعربية حافظت على الخط العربي كمنهج حياة لا مجرد خطوط تكتب لمجرد الكتابة. مراسلنا محمد الحجي زار غني العاني في منزله ومعرضه وعاد لنا بالتقرير التالي. شافوا أقرب شيء اللي يرهم على الكمبيوتر هي الكتابة الكوفية. الخط هو مثل ما قلنا خلال، يعني إذا قصرناه على الفترة الإسلامية يعني 16 قرن لم يقف عن التطور، فكيف يوقف عن التطور الآن؟ كلمة خط من كنت أنطقها أمام الأوروبيين كان يتصوروا فن ميت مثل ما عندهم مات. يعني أنا بعد هالعمر الطويل أقول أنا تلميذ فلان، لأنه هو بنفس الوقت يعني عنده الاعتراف لأنها عبارة عن شجرة نسب. إنما هي يعني بدأت في كتابات الشعرية، لذلك لما عولج الخط العربي عند الفلاسفة المسلمين نسبوا ما للفن وإنما نسبوا للرياضيات. وعد أعطيته لأستاذي أني أعرف العالم لي، أتلاحظ؟ فهذا الواجب اللي علينا. فشنو السبب يوقف التطور اليوم؟ طبعا تلاميذ.
عالم المرأة المغربية عبر التعرف على مشروع مروكيات الذي يتيح منصة إلكترونية للنساء المغربيات، وذلك للتعبير بجرأة عما لا يستطعن البوح به من آراء تتحدى الثقافة الاجتماعية السائدة. تسجيلات مروكيات اشتبكت مع قضايا التحرش والاغتصاب والمثلية الجنسية وغيرها مما تحظر مناقشته على المرأة في المجتمع المغربي. نتابع. بالنسبة لنا يشكل التمثيل والتنوع قضايا مهمة جدا، خاصة لكثير من الشباب الذين يريدون إلى حد ما تصحيح ما يطالعونه على شبكاتهم الاجتماعية الخاصة. أنا كاتبة ومخرجة، وأنا مخرجة مروكيات، وهي سلسلة تسجيلية مصورة عبر الإنترنت تتكون من مجموعة من الكبسولات. في كل كبسولة تتحدث امرأة في الشارع، وبخطاب مطول قوي جدا تخصص هذا الفضاء العام الذي لا ينتمي إليها. لم أكن مهتمة بالرأي وإنما بالتجربة، لذلك كل امرأة تروي قصة قصيرة عن حياتها اليومية كامرأة أو عما يعرفها كامرأة، وأخيرا عندما نجمع كل الحلقات معا تتكون لدينا صورة عن وضع المرأة في المغرب، خاصة في مدينة اقتصادية يمكن أن يكون العيش فيها صعبا جدا كالدار البيضاء. أشعر بقدر كبير من الاستسلام لدى النساء المغربيات وأنا واحدة منهن، وبفضل هذا المشروع شعرت أنني أريد أن أفعل شيئا ما، ولكن قبل ذلك كنت أقل ميلا للمقاومة وأقول لنفسي لا أستطيع حقا تغيير الأشياء، سأميل إلى تقبل الوضع أكثر من أي شيء آخر. وجد اللاجئ السوري مرهف الحمصي ضالته في أمريكا التي فتحت له أبواب رزق بعدما أصبح مشروعه على الإنترنت كخباز سوري في نيويورك مثلا يحتذى به وعملا مربحا يلقى رواجا. فحلت الأفران الأمريكية محل أدوات المطبخ السوري التي اعتاد استخدامها مرهف لسنوات مع زوجته نوال في وطنه الأم سوريا. نتعرف على رحلته من سوريا إلى أمريكا في التقرير التالي. بحثا عن ملجأ آمن وهربا من ويلات الحرب، رست مركب اللاجئ السوري مرهف الحمصي وزوجته بحي بروكلين في نيويورك. مركب محمل بأحلام كادت تؤد بأمواج الحرب، وأصبح الخباز الأشهر في صناعة البقلاوة. أنا أخذ المهنة من والدتي من 50 سنة، وقت كنت ولد صغير بقعد جنبها نشتغلوا على النشابة، عصاية كبيرة يعجنوا ويرقوا. هلا صار في مكانات لرقاها، أول كله باليد يرقوا رقاية على الميلة، كله طاولة كبيرة وبين النشابة نرقوا بالنشابة. إلى جانب رفضه الاتكال على أبنائه، كان ما يعرض في وطنه الجديد من حلوى شرقية حافزا له لاستكمال مسيرته المهنية. لأني قدرت أنا على المحلات والكنائس بيضيفوا فيهم أنواع البقلاوة أو الكعك الثاني، مو طيب، رديء يعني، ما في نكهة، ما في طعمة البقلاوة، ما في طعمة الكعك، كله يعني ما في شيء صنعة بدون سيئة جدا. فقلت أنا بجرب يعني، فلست بخاسري، منجرب منشوف إذا بيطلع بإيدنا نشتغل نمشي بنمشي. اجتاز مرهف تحديات استغرقت وقتا قبل أن ينشئ موقعا على شبكة الإنترنت أطلق عليه بيت الحلو السوري، والذي تتوالى عليه الطلبات بوتيرة ثابتة وبرنادات تستجيب لها. The best part was people would write letters.
or write emails to them. And أفضل شيء هو أن الناس يكتبون رسائل عادية أو رسائل إلكترونية وأنا أترجمها، وهم يرمون قصص أسرهم التي جاءت كلاجئين من البلقان أو ألمانيا حتى إنهم يريدوا طلبا، وكانوا يبدؤون بالبكاء متأثرين بما كتبه الناس، وهذا حقا جميل. قرار الرئيس الأمريكي بحظر استقبال اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى حال دون اكتمال أمله بمتجر خاص، بس بدأ محل. يعني أنا كنت منتظر أنه عندي ولد بأبو ظبي، صار له هنيك هلأ 4-5 سنين، عمل أول مقابلة ولهلأ ما دخلوا له على أمريكا. معاناة طبعت مسيرة قادها الأمل في غد مختلف والرغبة في مغادرة ذاكرة الحرب إلى واقع يتسع للحلم. أعمال فنية متنوعة للفنان العالمي بابلو بيكاسو في معرض واحد، هو المعرض الفردي الأول للفنان الإسباني الشهير في متحف تيت في لندن، أحد أكبر المتاحف في العالم. منحوتات ورسومات تجاوز عددها 100، إضافة إلى صور فوتوغرافية تسلط الضوء على أبرز المحطات في حياته الخاصة وكيف جسدها في أعماله. يعد عام 1932 عاما مميزا في حياة الفنان العالمي بابلو بيكاسو، إذ بدأت معظم لوحاته الفنية تتضمن ملامح المرأة التي أحبها وهي ماريا تريزا وولتر، وقد عرف عن ماريا حبها للرياضة والنشاط والحيوية، ما انعكس على لوحات بيكاسو التي رسمها في هذا العام مفعمة بالطاقة والحيوية. هذه الملامح الرقيقة والمفرحة ظهرت إلى جانب تكوينات داخل اللوحة تدل على التوتر والترقب، هذه التناقضات كانت واضحة جدا في هذه الأعمال. المعرض الذي يستمر حتى 8 من شهر سبتمبر أيلول القادم أثار إعجاب الكثيرين من الزائرين على اختلاف ثقافاتهم الفنية، وحتى ممن تربطهم ببيكاسو قرابة عائلية. دائما ما كانت زيارة المعارض الفنية متعة بالنسبة لي، لأنني أستكشف عملا فنية لم أرها من قبل، لكن لهذا المعرض نكهة خاصة لأنه يعرض رسومات تناولت حياة جدي وجدتي، وأنا أقف هنا وجها لوجه مع هذه الرسومات والذكريات، فقد كنت أعرف مدى الحب والانسجام بينهما. جميع اللوحات التي رسمها بابلو بيكاسو حازت على القدر نفسه من الحب والاهتمام التي تميزت به اللوحات التي تعرض اليوم عن ماريا تريزا وولتر. منحوتات مصنوعة من الحجر والحديد ولوحات فنية بأساليب متنوعة نفذها بيكاسو أثناء وجوده مع أسرته في باريس وتعرض اليوم في لندن. أعتقد أن الرسم هو وسيلة للتعبير عما يحلم به الإنسان وما يطمح إليه. هذه الرسومات رسمها الفنان بيكاسو في باريس عن ماريا تريزا كما كان يراها في أحلامه، شعور أحس به وأراد أن يوثقه من خلال الرسم. لكن في نهاية عام 1932 كان الحزن والغضب يسيطران على أوروبا بأكملها، وكان بيكاسو يشعر بذلك بصفته شخصا مهاجرا من إسبانيا يعيش في باريس مع تصاعد العنصرية آنذاك. كان لابد من أن يظهر هذا الأسلوب المأساوي في التعبير الفني في أعماله وحياته الشخصية. المعرض يسلط الضوء على فترة زمنية مليئة بالإبداع عاشها الفنان بابلو بيكاسو، والذي يعد واحدا من أكثر الفنانين نفوذا وتأثيرا في القرن العشرين. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صندوق الدنيا، لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين في أمان الله.